السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا في فيديو جديد. في هذا الفيديو سوف نقوم بتحليل وتقييم أداء الدول الجزائري فارس الشيبي مع فريقه إنتراك فرانكفورت ضد فريق أوكسبور على مستوطنة الدوري الألماني في لقاء الجولة 30. قبل البداية أتمنى منكم لا تنسى الاشتراك لايك للفيديو سيلقاكم جديد لنبدأ أكلة بالتفاصيل أكثر. فارس الشيبي كعادته أساسي في تشكيلة فريق إنتراك فرانكفورت، وللأمانة قدم مباراة كبيرة وظهر بمستوى جيد وعاد للتسجيل مجددا وسجل ثاني أهداف له على مستوى بطولة الدوري الألماني في الشوط الثاني، حيث عدل النتيجة لفريقه بعدما كان خاسر في اللقاء بهدف للصفر. تحصل على أعلى تقييم في المباراة عن جدارة واستحقاق بتقييم 8.5 إحصائية في المباراة الآتية، حيث سدد تسديدتين، واحدة كانت على المرمى مؤطرة وهي الهدف الذي سجلاه وواحدة خارج الإطار، فيما صنع 4 فرص، فرصتين كانت خطيرتين وكذلك تمريرات مفتاحية 5، دقة التمريرة توصل إلى 82%، أما التمريرات الطويلة بنسبة 50% والعرضية بنسبة 33% والمراوغات بنسبة 100%، ولمس الكرة 55 مرة. وكذلك على المستوى الدفاعي، التدخلات ناجحة بنسبة 66% وكسب الالتحامات الهوائية بنسبة 50% والالتحامات الأرضية بنسبة 71% كمعدل جيد ورائع في لقاء اليوم. إحصائية تثبت أنه قدم مستوى كبير، ظهر بصورة ممتازة، لعب مباراة متكاملة وكان أفضل لاعب في اللقاء. وكما قلت فريقه كان منهزم بهدف الصفر، استطاع فارس الشيبي تعديل النتيجة وقدم إنتراك فرانكفورت إلى ريمونتادا في اللقاء. فارس الشيبي في هذا اللقاء واحد من أفضل مباريات له مع فريق إنتراك فرانكفورت هذا الموسم للأمانة، وسجل ثاني أهدافه على مستوى بطولة الدوري الألماني، ونتمنى الاستمرار في هذا التألق والإبداع مع فريقه وإلى اللقاء.